مكملات الصلاة، وهي على قسمين: سنن قولية وسنن فعلية. سنن قولية وسنن فعلية. بعد أن ذكرنا الشروط، شروط الصلاة، وذكرنا أركان الصلاة، وذكرنا واجبات الصلاة، بعد ذلك سنن الصلاة، قال: واحد، الاستفتاح. الاستفتاح، وهذه المسائل الفقهية فيها خلاف بين العلماء، ذلك بعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى الاستحباب، ولكن هنا المصنف رحمه الله يرى، يترجح عنده الاستحباب. الاستفتاح هو أن العبد إذا بدأ فكبر، فكبر، فإنه يبدأ بدعاء الاستفتاح المعروف. والاختلاف في أدعية الاستفتاح الواردة في السنة اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. اختلاف التضاد صح وخطأ، حق وباطل. اختلاف التنوع يعني أنواع، يعني بجوز لك تعمل بيدا يشرع عليك أو تعمل بيدا إلى آخره. والأفضل أن يجمع العبد بينها، فأحيانا يعمل بهذه وأحيانا يعمل بهذه وأحيانا يعمل بهذه الأدعية والأذكار. من هذه الأدعية والأذكار الاستفتاح من صيغه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الذكر المعروف. والنوع الثاني ونكتفي به أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فيبدأ بهذا الاستفتاح، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل، ثم يبدأ يشرع في الفاتحة، ثم يقرأ السورة التي بعدها في الركعة الأولى والثانية إلى آخره. طيب، اثنين، قال: وجعل الكف اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام، وهذا ما يسمى بالقبض، ما يسمى بالقبض. ثلاثة، قال: رفع اليدين مضمومتي الأصابع، حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام للتشهد الأول للثالثة، أي للركعة الثانية. رفع اليدين مضمومتي الأصابع، حذو المنكبين، حذو المنكبين أو الأذنين أو بينهما، كل هذا يجوز، كل هذا يجوز. عند التكبير الأول، عند التكبير الأول معروف هو تكبير الإحرام، تكبيرة الإحرام الأولى، وعند الركوع والرفع منه، أربع مواضع ذكر، ذكر أربع مواضع هنا. تكبيرة الإحرام، ولما تجي تركع، ولما تقوم من الركوع، ولما تقوم من التشهد هنا الأول، لو صلاة ثلاثية زي صلاة المغرب، أو صلاة رباعية زي صلاة شنو العشاء، أثناء ما أنت دار تقوم من التشهد الأول برضو شنو ترفع يديك. طيب، أربعة، ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. الزول ما في الركوع بيقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود بيقول سبحان ربي شنو الأعلى. الأولى دي هو بيرى إنها واجبة، الأولى واجبة، باقي الثلاثة بيشوف شنو بيرى إنها مستحب. هذا المصنف رحمه الله تعالى ومن العلماء المعروفين. ما زاد عن قوله بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد. تقوم من الركوع: سمع الله لمن حمده، تقول ربنا ولك الحمد. هل بتكتفي على كذي ولا بتزيد؟ بتزيد. الزيادة دي مستحبة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره. طيب، جعل الرأس
لا، نمرة ستة قال: ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. سجدت السجدة الأولى سبحان ربي الأعلى، قمت جلست بتقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، الأولى دي واجبة من المصنف، والثانية والثالثة شنو؟ مستحبة. مستحبة دي بين الجلستين ثاني بتسجد. جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. مش في ناس بيركعوا يكون مايل لفوق شوية، وفي ناس بيزيدوا لتحت شنو؟ شوية. صلاة صحيحة ما باطلة، لكن خالفوا شنو؟ السنة. السنة إنه يكون رأسه حيال شنو؟ الظهر. طيب، مجافات ثمانية قال: مجافات العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين في السجود. دي واضحة واضحة، لقيتها لو بيصلي في جماعة شنو؟ ما تعوقون الناس تضايقون وكذا، وإنما شنو؟ تتق الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت ما استطعتم. تسعة: رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. مش يكون ساجد ويديه شنو؟ في الأرض، وإنما يرفع شنو؟ يرفع الذراعين عن الأرض. جلوس المصلي على رجله اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين. ده نمرة عشرة، جلوس المصلي على رجله اليسرى. اليسرى بتكون أفقية واليمنى رأسية، وده اسمه الافتراش. الجلسة دي اسمها جلسة الافتراش، بتنصب الأولى اللي هي اليمنى بتنصبها، والأصابع بتكون جهة القبلة، واليسرى تجلس عليها بتكون أفقية، وهذه تسمى الافتراش، وهذه بين السجدتين وعند التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، وعند التشهد الأخير في الصلاة شنو؟ الثنائية، في صلاة الفجر. التورك ده ذكره نمرة 11. التورك تنصب اليمنى، الأصابع أصلا بتكون جهة القبلة، بعدين دي بتكون منصوبة مرفوعة اليمنى، واليسرى تجلس على الإليا وليس على شنو؟ على الرجل كما في الافتراش. التورك ترفع شنو؟ اليمنى تكون منصوبة مرفوعة، واليسرى تجلس على الإليا وتدخلها بين الساقين، في وسط بين الساق، في وسط الساق. التورك واضحة يا جماعة ولا نعيدها؟ هاي نعيدها ثانية. الرسول بعيد الكلام ثلاثة مرات، وبعيده لأبي بكر وعمر، لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وبعدين يعني الإنسان قد يخطئ. أنا هذه المرة اللي فاتت في الدروس الماضية في خطئين وقعت فيهم، بس ما في واحد نباني، مع إنه في المجلس أنا بشوف في ناس أعلم وأفضل. وإن كان هذان الخطأان يعني لا يثرب على العبد فيهما، لأنه من باب الوهم. وهي في مسألة السفر، أنا قلت ابن باز قال: إذا أنت حددت الفترة تقعد ثلاثة أيام تقصر الصلاة، وهي صحيح إنه قال أربعة أيام، قال أربعة أيام، هذه ركز فيها. يعني زوج سافر وما حدد دار يقعد كم فترة كم، ده يقصر الصلاة الرباعية، يقلبها اثنين لما نجي راجع، حتى لو قعد شهر إلى آخره. لو حدد قال أنا ماشي أقعد أسبوع في السفر ده وجاي، أنا قلت يقعد ثلاثة يوم يقصر. نقلت الكلام عن ابن باز، لكن رجعت للمرجع أو لمن أحال إلى المرجع، فوجدت أنه في بعض الناس صنف في السفر فقال أربعة يوم، نقلوا عن ابن باز أربعة يوم. أنا بس الكتاب ما قريته طول، اسمه تحفة الإخوان. الأمر الثاني: الخمسة، رواه الخمسة، أنا قلت البخاري ومسلم وذكرت ثلاثة من أهل السنن، لكن الصحيحة أنت أكتبها عشان شنو؟ برضو ما تنسى زي ما ننسيت.
ولا لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. السبعة لما نقول لك رواه السبعة معناه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وأحمد، ديل كم؟ ديل السبعة. الخمسة الستة تمرق الإمام أحمد، الخمسة وستة دي بذكرها قليل، لكن دائما سبعة وخمسة وأربعة ومتفق عليه. الخمسة تمرق البخاري ومسلم، بيفضل منه الإمام أحمد في المسند والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود. أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود، ديل الخمسة. الأربعة ديل وتمرق منهم الإمام أحمد، الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة، ديل الأربعة. الثلاثة بتمرق أبا داود، تبقى الترمذي والنسائي وابن ماجة، متفق عليه أي البخاري ومسلم. أنا رجعت قبل بعد الظهر، رجعت لبلوغ المرام المقدمة لقيتها بالتفصيل، لا بس طول الكلام ونسيت، والواجب أن نرجع، وهذا خطأ. طيب، في بعض الحزبيين ممن ابتلوا بأمراض معضلة في قلوبهم ظهرت على ألسنتهم، جن ونجن شنو يعني، بس اتصيدوا أشياء، يقول لك زي ما سمعت في الحصيصة واحد قال كل يومين ثلاثة يقول لك رجعنا وأخطأت في كذا ورجعت في كذا، وناقشت واحد ذاك ما ذاك برضو عنده لخبطة، أنا رديت عليه ما بدأ أجيب اسمه، المهم برضو ذاك شنو غير الحزبيين ديل، ذاك برضو يقول لك بيرجعوا إلى آخره. الرجوع ده يحمد صاحبه ولا يزم، يمدح ولا يزم، ولئن كانوا يرجعون إذا أخطأ الواحد منهم يرجع إلى الحق، والدنيا قصيرة، وإن قيل فلان أخطأ كثيرة لا يهم إذا نجوت من عذاب الله تعالى، المهم أن تنجو أنت من عذاب الله سبحانه وتعالى. ونحن ولله الحمد لسنا من العلماء ولسنا من كبار طلاب العلم، وإذا كان العلماء الكبار كالإمام أحمد النجمي يقول أنا طويل بعلم، أحمد النجمي ده شيوخ محمد إبراهيم آل الشيخ وعبد العزيز ابن باز وتلاميذه ربيع ابن هادي المدخلي، تلميذه ومحمد ابن هادي المدخلي وزيد المدخلي، ديل تلاميذه، ديل يعني من تلاميذه. وبعد ده قبل ما يموت لما ذكروه بخير قال أنا طويل بشنو علم. فنحن والله الحمد نشكر الله أن صرنا على هذا المنهج القويم، وما بنخوت نفسنا مع شنو، في النهاية نحن بس ناخذ معلومة نقولها، بكرة تبين إننا خطأ والله لا نبالي، نقول أخطأنا في كذا، وإن تكرر ولله الحمد ألف مرة. طيب، نسأل الله الإخلاص والقبول ويتجاوز عنا. طيب، قال التورك في التشهد الأخير مع نصب اليمنى، اليد الرجل اليمنى تكون منصوبة، انت بتاخد اصابعك جهة القبلة بعدين بترفع رجلك دي اليمنى. التورك في التشهد الأخير إذا صلى ثلاثية زي المغرب ده أو رباعية زي العشاء وزي الظهر والعصر، التورك بتنصب الرجل اليمنى واليسرى بتدخلها في الساق بتاع اليمنى في وسطه، وبتكون جالس على الإليا شنو اليسرى. الافتراش بتنصب اليمنى وبتجلس على اليسرى، مش واضحة يا جماعة؟ نمشي لقدام. أي
قال الصلاة والتبريك على محمد وعلى آله وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم في التشهد الأول، في التشهد الأول. أما في الثاني فهذا شنو؟ كما ذكرنا في الدروس الماضية يجب بل يفرض، بل بعضهم عده من الأركان أن تقول الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير. أما في الأول فتكتفي بشنو؟ بالتشهد المعروف، بالتشهد المعروف. فإن قال الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول فلا يحرج عليه، وهنا يرى أنها سنة. طيب 13 قال الدعاء في التشهد الأخير، الدعاء في التشهد الأخير بعد تتم التشهد الأخير وتستعيذ بالله من أربع مهلكات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، وبتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعد ذلك بيجوز لك تدعو ويشرع لك أنك تدعو، ده في التشهد الأخير. 14 قال الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. 15 قال الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء، يعني جعل السر والجهر من باب السنن وليست من باب شنو؟ الأركان إلى آخره. شكي لو زود فاتته رقعة في صلاة الفجر، ابن عثيمين قال في كتابه فتاوى أركان الإسلام قال يأتي بها المسبوق سرا لئلا يؤذي من بجانبه، ولو كانت واجبة لما حاد عن الجهر إلى شنو؟ إلى السر. طيب قال الدرس 11 مبطلات الصلاة وهي ثمانية، مبطلات الصلاة وهي ثمانية. بعدين قبيل في السنن ذكر 16 قال قراءة ما زاد على الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من سنن الصلاة سوى ما ذكرنا. فالإنسان يخشع في صلاته ويتضرع، وإذا كانت من صلاة الليل فإنه يطيل السجود ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، ويطيل القيام بين يدي الله تعالى. والله محروم المبصل بالليل، والله محروم، وجميعنا إلا من رحم الله تعالى من المحرومين، وسبب ذلك الذنوب، كما قال سفيان الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. الزول المبصل بالليل ده والله تعبان بالليل والنهار، وفي فتن، وكثير من الشباب الآن ضاقت به الدنيا ما قادر. الصباح فتن، حتى اللي بيستقيم كثير منهم بيتخبط، إما جانب الشبهات سرورية من التكفيريين والدواعش والإخوان المسلمين والصوفية تجانية وقادرية وسمانية إلى آخره، وحزب الأمة والجماعات الحزبية مركز عام وإصلاح وجمعية وبلاوي بلاوي بلاوي إلى آخره. بعد يمرق من الدوائر دي كلها ويمسك المنهج القويم يبتلى بالشهوات، يبتلى بالشهوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت، وفي لفظ حجبت الجنة بالشهوات، حجبت الجنة بالمكاره، وحفت وفي لفظ حجبت النار بالشهوات. الجنة دي حولها مكاره، انت عشان تدخل الجنة لازم شنو؟ تمر بالمكاره دي التي تكرهها النفس، فتجاهد هذه النفس على طلب العلم وعلى العبادة وعلى تبليغ الدعوة، والله الذي لا إله غيره. فإذا جاهدت هذه النفس رضي الله عنك فأدخلك الجنة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم شنو؟ سبلنا. والله سبحانه وتعالى قال: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى
وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس شنو عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شفت تنهى نفسك دي عن الهوى، شهوات كثيرة. شباب الآن غلبوا يعملوا شنو ذاته، غنى بيجاي، مصايب بيغادي، والله برئ للناس الحل ترجع للكتاب والسنة وجاهد نفسك، وإلا لو ما جاهدت نفسك في الدنيا بعدين بتتورط. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون شنو غيا. قال ابن عباس في تفسير ابن كثير رضي الله عن ابن عباس قال: غيا خسرانا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: غيا وادي في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. جاهد نفسك. عشان كده في كلمة جميلة جدا ذكر ابن القيم رحمه الله في الفوائد في آخر الكتاب في أواخره، ذكر أربع أشياء دي من الآفات ومن المهلكات، وفي النهاية تكلم عن الأربعة، وبعد ذاك ذكر من الأربعة اثنين. قال: فمن غلب عليك، الله يحفظ الكلمة دي كويس، وعمل بيع والله ترتاح، والله تاني في الشارع ده الدنقر، تقرأ في الكتب، تحافظ على وقتك، موبايلك نزل فيه تسجيلات بتاعت العلماء، شيخ محمد أمان الجامي وغيره من العلماء، أسمع استفيد. قال: فمن غلب غضبه وشهوته، حاجتين ذيل، فمن غلب غضبه وشهوته خاف منه كل شيء. تاني الخلق ديل بيخافوا منك، بتكون مهاب لما تغلب الغضب والشهوة. ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وبعدين الشهوة برضو الشهوة. ومن غلبته شهوته وغضب وغضبه خاف من كل شيء، تلقى أي شيء خايف منه. كان كيس سايب رجف وذاته يرجف مع الكيس، شالوا الهوى وذاته شنو يخاف، لأنه غضبه شنو غلبه وشهوته غلبته. زول ضعيف جماعة، ما ممكن الله سبحانه وتعالى ينظر لك، أي امتحان امتحنك ليه تسقط فيه؟ ما ممكن. نظر حرام تسقط، غنية بيجاي شغلوها تستطرد معاه، غيبة جات في لسانك ما تخاف الله طوالي تتكلم بها، الناس قاعدة في المسجد مهيئة يقولوا نصيحة، شهوتك هواك مزاجك غلبك ما تقوم تعمل نصيحة، أي امتحان الله يمتحنك لا تسقط تسقط، الزول يجاهد نفسه. قال: مبطلات الصلاة وهي ثمانية، ده الدرس الحادي عشر. قال: الكلام العمد مع الذكر، مع الذكر يعني التذكر، وهذا ضده النسيان. يعني لو زول يتكلم وهو ناسي صلاته شنو ما بتبطل. قال: والعلم، يعني يعلم أن الكلام يبطل شنو الصلاة، وإلا لو كان جاهلا لما بطلت شنو صلاته. قال: أما الناسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. أما الناسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. لذلك جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيرهما من رواية زيد ابن الأرقم أو أرقم رضي الله عنه أنه قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أي في الصلاة. فأنت تقف بين يدي الله تعالى لا تتكلم إلا بما يصلح الصلاة وما يتمم الصلاة. قال نمرة اثنين: الضحك، الضحك يبطل شنو الصلاة. وفي ناس كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في ناس بيتعاونوا على الإثم والعدوان عشان يضحك بس، يضحكك في الصلاة، يكون صاحبك بس، تقوم تتنفل يجي بي عندك يسوي لك حركات، ولا في البيت أخوان بس دار يضحك بس، ده كلام خطير. الضحك يبطل الصلاة.
قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، يعني بالإجماع. ثلاثة: الأكل، ما ممكن الزول، لكن الزول إذا تبسم في الصلاة فصلاته لا تبطل، يعني لو ما يعني لو جاهد نفسه ما يضحك لكن تبسم فإن صلاته لا تبطل. طيب، قال ثلاثة وأربعة، قال الأكل والشرب. ثلاثة قال الأكل، أربعة الشرب، وده شيء يعني معلوم، المصلي لا يأكل والمصلي لا يشرب في حال شنو؟ صلاته. خمسة: انكشاف العورة، انكشاف العورة. طيب، فإذا انكشفت العورة بطلت شنو؟ الصلاة. وهسي للأسف كثير من الشباب وغيرهم يجوا المسجد ببنطلون، والبنطلون ضيق ويجسم الجسد، وأحيانا في الركوع يظهر شيء من عورته، نسأل الله العافية. ستة: الانحراف الكثير عن جهة القبلة، الانحراف الكثير عن جهة شنو؟ القبلة. أما اليسير مع الاجتهاد فهذا، أما اليسير فلا يبطل شنو؟ الصلاة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. سبعة: العبث الكثير المتوالي في الصلاة، القاضي مجرد ما خش الصلاة بيجاي وبيجاي وفوق ويهبش وضانه وحاجات كثيرة جدا، اللي بيجيك انت مضطر ده معلش، لكن الحركة الكثيرة وهو إلى آخره. في واحد في البلد بعرفه الله يرحمه توفى، بعدين في المسجد كبر، أنا قاعد وراه، جاء خشية بيصلي في تحية المسجد والله أعلم، المهم غايته بيصلي في نافلة، فكبر وهو قصاد الباب، وجات كراكة في الشارع مع الصوت في المسجد، سوى الصدى، هو قايل جاي خاشة شنو؟ خاشة المسجد. الزول في الصلاة اتلفت، والله شفته بعيني، اتلفت عديل، ثاني ركع واصل. هو طيب، ثمانية: قال انتقاض الطهارة، انتقاض الطهارة، انتقاض الطهارة، وهذه معروفة، إذا بطل الوضوء أثناء الصلاة فإن الصلاة شنو؟ تبطل، تبطل. طيب، الدرس الثاني عشر، نختصر بنمش، نفصل في الكتاب الجائز أحيينا إن شاء الله والله وفقنا جينا، وهو كتاب التوحيد. وأنا منهجتي في هذه الدروس أن أبسط للناس ما استطعت، والأمر الثاني ولله الحمد أنا لا أتكلم يعني من بمجرد أنظر إلى النص وأستخرج بنفسي فوائد، فهذا ليس لي، وإنما الحمد لله أسمع تسجيلات العلماء وأقرأ مصنفاتهم ثم يعني أذكر بها إخواني، وإلا الكتب وحدها لا تكفي، كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه للأصول الثلاثة. أما بلاد مثل بلادنا هذه ليس فيها عالم من العلماء فيما نعلم، وفيها من الشر ما فيها، ولا نستطيع الهجرة إلى أهل العلم والمكوث هناك لأشياء هنا تمنعنا، ومنها انتشار الشرك، الشرك المنتشر، ومنها ما في الرقاب من المسؤوليات. فنحن نسمع تسجيلات هؤلاء العلماء ونقرأ كتبهم ثم نذكر بها إخواننا. طيب، قال شروط الوضوء وهي عشرة: الوضوء بضم الواو أفعال الوضوء، وبفتح الواو ما يتوضأ به، ما يتوضأ به، الوضوء، الوضوء يعني ما يتوضأ به، والوضوء أفعال شنو؟ الوضوء. قال وهي عشرة:
وهي عشرة شروط الوضوء عشرة. الإسلام أول شيء ذكر شنو؟ يعني الكافر لو يتوضأ ما عنده وضوء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه شنو؟ أباء منثورة. والإسلام ده ما واضح، الإسلام ده الزول ما بيدخل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا شنو؟ رسول الله. بعد ذاك يحافظ على الإسلام ده يلاقي به الله سبحانه وتعالى. عشان كذي رب العزة والجلال قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له شنو؟ مسلمون. وفي الآية الأخرى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم شنو؟ مسلمون. تكون على الإسلام على الأمر العتيق، وبعدين ما تنقض الإسلام، ما تنقض، لا تمشي للسحرة ده بينقض الإسلام، تمشي للعرافين والكهنة للدعوة علم الغيب، ولما تنادي غير الله في الشدائد يا فلان الحقنا ويا علان افزعنا ده ينقض الإسلام. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد شنو؟ إذ هدانا الله. بعد إذ هدانا الله زول اهتدى قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل الإسلام، تاني بعد شوية انقضى. لا إله إلا الله معناه شنو؟ لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله. أنت قلت كذي كيف تاني تعتر تنادي غير الله؟ تقول يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا ده بينقض الإسلام. والاستهزاء والسخرية بالدين، وده منتشر الآن، ناس النكات وغيره وكذي، مرات يقولوا نكات فيها سخرية بالدين، والله الذي لا إله غيره يضحكوا وإلى آخره ويجيبوا أشياء، وديل ما تسمع عليهم حرام تسمع عليهم، بنفصل فيه إن شاء الله في وقته، في وقته إذا مد الله في الأجال ووفق. فقال الإسلام والعقل، العقل وضده الذي لا عقل له، المجنون ده أصلا مرفوع عنه شنو؟ القلم. قال والتمييز ولم يقل البلوغ، لأن الإنسان مأمور والده بأن يأمره بالصلاة لسبع، وسبع لم يبلغ، لكن سبع يميز التمييز. والنية، وهذه موضع خلاف بين العلماء كما ذكر صاحب كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ذكر فيها خلاف بين العلماء في مسألة النية، لكن الصحيح أن النية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال شنو؟ بالنيات. واستصحاب، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، مش ينوي الوضوء في نصه في موضوع قام إجر وتاني يجي راجع تاني وخلاص قام للموضوع ده معناه قطع الوضوء في نفسه، طوالي قام الموضوع مشى جا راجع ده تاني ينوي جديد ويبدأ الوضوء شنو؟ جديد. قال وانقطاع موجب، وانقطاع موجب الوضوء، يعني زول كان متوضي نام، نام لما بقى يشخر مش وضوء قطع، ما لم يصحى ما بجو، وكيف نايم يتوضى؟ لازم اول شيء شنو؟ يصحى، لا نقبل وضوء ده انقطع بشنو؟ بالنوم. فلا يتوضأ إلا بانقطاع موجب الوضوء وهو هذا النوم. طيب واستنجاء أو استجمار قبله، يعني أن يطهر موضع البول. طيب وطهورية ماء الوضوء وإباحته،
أو وإباحته، لا وإباحته، وطهورية أو طهورية ماء وطهورية، أسمع الكلام ذكر ضبط كذي، وطهورية ماء الوضوء، يعني الماء اللي بتتوضى به يكون شنو؟ أيوة يكون طهور. وإباحته، الماء اللي بتتوضى به يكون مباح إنك شنو؟ تستخدمه. وإلا لو زول سرق موية، جاء واحد بتاع كارة بيبيع الموية وإنت خليته ماشي خش على بيت وإنت سرقت موية، في جاك ما بجوز شنو؟ توضى به، ما حرام؟ حرام. طيب قال وإزالة ما يمنع، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة أو البشرة، زي بعض النساء بيعمل بعض الأشياء اللي بتحول بين شنو؟ بين الموية وشنو؟ والجسد. ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم، الزول الحدث دائم مستمر لازم وقت الصلاة، بعد يخش وقت الصلاة بعد ده بيتوضى وبيصلي حتى لو شنو النجاسة شنو نازلة، هاي مستمرة. دي الشروط الذكرى للوضوء، واضحة جدا. طيب الدرس 13، وده كتاب يعني اختصره المصنف رحمه الله تعالى، وهو مفيد لعامة الأمة. هاي نعم. نعم. أيوة الموية عاملين لها سبيل، إذا في موية غيرها يتوضوا بالموية الغيرها، لأنه دائما الوقف يستخدم في جانب الوقف نفسه، يعملوا للشراب الناس يستخدموا للشراب فقط، بعد ذاك إذا ما في غيره ده بعد ذا شنو الزول بيستخدم موية. أي نعم، زي السيميكروفون جابوه في المسجد للمسجد وقف، ما بجوز تعمل بحلقة، مع انه الحلقة شنو من الدين، كونه تذكر المسلمين من الدين، لكن جاب وقف لشيء معين، فالوقف يستخدم في مجراه. جزاك الله خير يا عم. قال الدرس 13 فروض الوضوء، وهي ستة. غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، دي داخلة في شنو؟ في غسل الوجه، المضمضة والاستنشاق. الوجه من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن العظم الناتي من جهة الصدغ إلى العظم الآخر. بعض الناس بس قدام كده، لكن هو الوجه شنو؟ كله. وإن كانت اللحية كثيفة فإنه يكتفي بتغسيلها من الخارج، وإن كانت خفيفة فإنه يخللها. ها؟ العكس؟ أيوة نعم، أيوة جزاك الله خير، العكس جزاك الله خير. إذا كانت كثيفة يخللها، وإذا كانت خفيفة يغسل شنو؟ جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب قال ويدخل في تغسيل الوجه المضمضة والاستنشاق، المضمضة في الفم، فيدخل الماء في فمه ويحركه، ولا يحركه، لا يلزم أن يحركه بشنو؟ بأصبعه هاي. ثم يخرج الماء ويستنشق، يدخل الماء إلى أنفه ويستنثر، يخرج الماء، ويفعل هذا بغرفة واحدة، بغرفة واحدة، وهذا هو الراجح، يدخل جزء من الماء ويتمضمض ويخرج الماء والباقي يستنشق به ويستنثر، وإن فعله بغرفتين صح، لكن الأولى اتباع شنو؟ السنة. وغسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين، فتغسل اليدين إلى المرفقين، بعض الناس يغسل إلى الرسغ، والصحيح أن تدخل الكف في شنو؟ في الغسل،
في ناس بس حدوا هنا، لكن تغسل شنو؟ اليد كامل وتخلل بين الأصابع، ولا يلزم أن تدير شنو؟ اليد. أورد فيها ابن حجر حديثا في بلوغ المرام وهو ضعيف. طيب قال ومسح جميع الرأس، وقال مسح جميع الرأس لأن بعض العلماء يرى مسح بعض شنو؟ الرأس، لكن أنت تمسح جميع الرأس من الأمام إلى الخلف ومن ثم تعيده من الخلف إلى الأمام. ومنه الأذنان، ومن الرأس الأذنان كما في الحديث، الأذنان من الرأس، يعني مو تشيل رأسك وبعد ذاك شنو؟ أذنين. بعض الناس يفصل بينهما، لكن السنة أن تجمع بينهما، وإذا فصل صح وضوءه، لكن الأولى شنو؟ الله أعلم. الإنسان دائما يتبع السنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين، إلى الكعبين، والكعب العظم الناتي الذي يجمع بين القدم والساق. شكيه لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ما مقصود الكعب التحت ذاك بتاع الكورة، بتاع الكورة الداب الكعب وكذا، لا، المقصود شنو؟ العظم الناتي الخارج ده، يسموه عظم الشيطان. هو ما عظم الشيطان، الشيطان ما عنده عظم فيك، الشيطان ده طرده طوالي. الشيطان طيب قال والترتيب والموالاة. ليه ذكر الترتيب؟ لأنه الآية رتبت، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولم يقل وأرجلكم مباشرة، وإنما ذكر المسح على الرأس. قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإدخاله للممسوحات داخل المغسولات دل على أهمية الترتيب. والموالاة لا يفصل، يعني وإنما شنو؟ يوالي في الوضوء. طيب الدرس الرابع عشر، قال نواقض الوضوء وهي ستة: الخارج من السبيلين، من سبيل البول ومن سبيل الغائط، ويدخل فيه البول والمذي والودي والمني، ويدخل في ذلك الآخر الغائط والريح. طيب قال والخارج الفاحش النجس من الجسد، فاحش يعني الكثير، يعني لو زول عنده حبة في الصلاة فقاعة ما بتبطل شنو؟ الوضوء، لكن الشيء الكثير، الشيء الكثير يبطل، الكثير من النجس، من النجس. وإلا فإن الصحابة كان الواحد منهم يجاهد في سبيل الله ويسيل الدم منه ويصلي. قال وزوال العقل بنوم أو غيره، لو نام أو يعني عمل تخدير إلى آخره، عمل له تخدير. ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، فإن كان بحائل فلا يبطل شنو؟ وضوء. وهذه أيضا موضع خلاف بين العلماء، بعضهم قال بشهوة بعضهم قال بغير شهوة، ولكن هذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله قال ذكر مجرد المس. وأكل لحم الإبل والمعروف لحم الجزور. الأخير قال والرد عن الإسلام. حزول يدرسك نواقض الوضوء واقع في الأخير ده، والله والرد عن الإسلام. قال أعاذنا الله والمسلمين من ذلك، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. نحن والله ما بنستعجل للتكفير، ده منهج الخوارج والسرورية وهو إلى آخره.
لكن في أشياء معلومة من الدين بالضرورة، وفي أشياء الإنسان بيكون يعني موانع التكفير ما معروفة من الجهل والإكراه إلى آخره، فهو تلقاه والموانع كلها ما موجودة والشروط كلها متوفرة فيه. وبعد ده يدرس الناس الوضوء والصلاة والطهارة، تقول له في الشدائد بتنادي منه، بنادي فلان، وتدي له أدلة وتناقشه وشبهه كلها تفنيده له، وما مكره وقاصد، مش عنده خطأ، ما قاصد زي ذاك أخطأ من شدة الفرح، لا لا لا، وهكذا إلى آخره. ومع هذا يصر ويحارب دعاة التوحيد. والآن الكلام ده يا جماعة شايفينه في بعض الأماكن، نحن هم نقول كل الأماكن، لكن في بعض الأماكن والله الذي لا إله غيره كلمات سيئة يقولها بعض الناس في المساجد. تمشي مسجد يخد ورقة، ودي بقت الآن منتشرة كثيرة جدا. تقف تتكلم في التوحيد يقول لك يا مولانا الطهارة، الوضوء، الصلاة، إلى آخره. تدرس الوضوء بيبقى ماري، هو ذاته تدرس الوضوء ما بيقعد يقول لك آه دي الوهابية ساي. بعد شوية وما في وهابية، في كتاب وسنة بفهم الصحابة، يعني الطهارة دي ذاتها اللي بيقول لك درسونا ليها، تدرسها ليه وما بيتحملها بيمرق يقول لك أنا بس مما أشوفكم كذب عكر. يعني احنا نسوي شنو يعني؟ ما نجيك يعني ولا نعمل شنو يعني؟ وتكلم في التوحيد يقول لك ذكروا الناس بالوضوء، تقول لها الناس دي كلها متوضية جو خاشين جوا، يقول لك الناس دي كلها موحدة، وتلقى واحد معلق حجاب ومعتقد في الحجاب النفع والضر، مش سبب ذاته، معتقد فيه النفع والضر، ولو سبب ذاته عليه خطر، لأنه الشرك الأصغر برضو خطر، وتلقاه في مصائب كثيرة جدا. ففي نهاية المطاف انت تقول له برضو، تقول له يا أخي الناس دي إذا موحدة، إذا الناس متوضية وبرضو نذكرها بالوضو، طيب الناس موحدة برضو نذكرها بالتوحيد، المانع شنو؟ المانع شنو؟ الموحدين يذكرون أو الموحدون يذكروا بالتوحيد، وده أعظم شيء. لذلك يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة توحيد، 13 سنة مشى المدينة، السنة الأولى والثانية، دي كم سنة؟ مش 15 سنة؟ الله سبحانه وتعالى بعد 15 سنة نزل عليه آية من سورة محمد، وهي قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، دي للرسول عليه الصلاة والسلام، و15 سنة بيدعو للتوحيد، بعد ده قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وما في زول موحد كامل التوحيد بيقول لك ما تتكلموا لنا في التوحيد، ما في. اللي بيبغض التوحيد ده أصلا عنده مشكلة في العقيدة أصلا. أنت كيف تبغض التوحيد؟ أنت إذا من شروط لا إله إلا الله محبة هذه الكلمة ومعناها وما جاءت به، فكيف تبغضها؟ لا إله إلا الله، الموضوع ده كرهناه، غيروا لنا، غيروا، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ائت بقرآن غير هذا أو بدله. والله أي شيء قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام أغلبية الأشياء الآن في ناس بيقولوها أغلبيتها، يقول لك الرسول علمه يهودي ذي الكفار، هسه يقول لك انت زول التوحيد، يقول لك زول كن ذات وعلمه يهودي مستر هنفر، وما في مستر هنفر ذاته في التاريخ ذاته، وينه مستر هنفر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لي ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، هسه يقول لك موضوعكم ده مكرر، غيروا غيروا غيروا. الرسول عليه الصلاة والسلام عودي ووصف بأنه جاء بشيء جديد، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب،
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا شنو؟ اختلاق. شيء جديد وكذب واختلاق. هسي يقول لك الدين الجديد اللي جبتوا لنا قالوا علي في المسجد ده بيجا عمك كذب صلي بيجاي ولابس حجبات وناقشته قال لي الدين الجديد اللي جبتوا ده، قلت له حاجه القران جديد ولا انت الجديد والسنه جديده وهو الى اخره. جاء واحد عقيد في الشرطه قاعد معاه قال لنا تيم دي، قال لي يا حاج والله قال لي انا عندي زميلي عقيد مشينا قال له حرب هو لابس حجاب وانا ما لابس حجاب، قال اول ضربه جات الزول ده ما طوالي قال وانا حي هذا ما لابس اي حجاب، عمك غلبته الشغل قال لما نجل يتم، قال زي بتاعت النكته دي قال لما نجل يتم. طيب فائدته شنو؟ عزيز في مسالتين ان شاء الله بنتطرق لين في وقت لاحق، في مسألة نواقض الوضوء أو مما ينقض الوضوء، وهاتان المسألتان من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم إن شاء الله بنتطرق لهم في وقت لاحق. وهاتان المسألتان مسألة غسل الميت ومسألة مس المرأة، مس المرأة. طيب إن شاء الله تعالى، لكن المرأة إن كانت أجنبية فإن الإنسان لا يمسها سواء كان يعني يريد مصافحتها أو إلى آخره، فإن هذا لا يجوز كما في الحديث الصحيح الذي عند البيهقي والطبراني والذهبي، ذكره الذهبي أيضا وذكره الألباني رحمه الله في صحيح الجامع من رواية معقل ابن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وموجود تصافح النساء. أما من المحارم الخالة والعمة إلى آخره فدي تبتصافح. طيب الدرس الخامس عشر، قال الدرسان الخامس والسادس عشر، قال الخامس عشر الأخلاق المشروعة لكل مسلم ومنها. ويا جماعة الزول الدين ده الله قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم شنو؟ كافة، تدخل في جميع جوانب الدين كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. فالدين ما رقائق بس الرقائق وإلى آخره وذكر الموت والقيامة ده من الدين، ولا كمان الدين يعني مجرد الصلاة والصيام فقط، وإنما الدين شامل، فيه العقيدة والتوحيد وفيه المنهج وفيه الردود وفيه الرقائق وفيه الأخلاق الحسنة. لذلك قال ابن عثيمين رحمه الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أربعة أمور، في عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته، ذكر هذه الأمور الأربعة. عشان كده الزول ما يكون بس يقول والله فلان استقام ويكون برضو عنده أخلاق ما طيبة، انت الدين تشيله شنو؟ كله، تشيل الدين كله. وما صعب، الدين سهل جدا لمن يسر الله تعالى عليه، كما في حديث معاذ رضي الله عنه في سنن الترمذي وفي صحيح الجامع لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إلى آخره. طيب قال الأخلاق المشروعة لكل مسلم ومنها، أخلاق كثيرة المشروعة والأخلاق الطيبة ومنها الصدق، وده عزيز الآن الزول الصادق
الذي يصدق مع الله ويصدق مع الخلق. والصادق ده بيبتلى في الدنيا. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن شنو الكاذبين. والزول الصادق الله بيهديه والله الذي رفع السماء. هاي زول صادق أي مسألة الناس اختلفوا فيها الله بوفقه يصل للشيل برضي الله سبحانه وتعالى. بس كيف يكون صادق ويطلب الحق بصدق؟ قال تعالى في القرآن ذلك ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه إن الصدق يهدي إلى البر. صدق ده بقود للبر، والبر كثرة الخير كما قال ابن عثيمين، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق. خليك صادق حتى لو ضغطوك، حتى لو الزول إذا صدقت معه بكرهك خليك صادق، في النهاية رب العزة والجلال بيوفقك. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين شنو؟ صدقه. والليلة لو كذبت على الناس ما بتكذب على الله سبحانه وتعالى. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الزول يكون صادق، صادق في طلب الحق. لما يقول آمنت بالله يكون صادق في الكلمة. والصدق كما قال ابن عثيمين مطابقة الخبر الواقع، وتكون صادق مع الناس في الكلام اللي بتقوله، ولا محتاج تحلف ذاته، ولا محتاج تحلف. هس زول تلقى جاهل لكن صادق أخير من الزول الحافظ الكتب وبكذب، مش أخير؟ أخير. طيب قال والأمانة تكون أمين صاحب أمانة ابتداء من أمانة الدين، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبي التكليف إلى آخره. والأمانة مع الناس، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى لا تكون أمين. حرسوك شي تكون أمين، تكون أمين. والعفاف، العفاف، والعفاف أن تبتعد عن الخبائث، والعفاف أن تتعفف عن سؤال الناس، يعني أنت ما تكون شنو تشحد الناس وإلى آخره. لا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. طيب والحياء، الحياء بنهاية الهمزة خلق، خلق. هذا الخلق يدفع صاحبه ويقود صاحبه إلى فعل ما وجب عليه ويمنعه من المستقبح من الشيء القبيح. والحياة لا يأتي إلا بخير، والحياة شعبة من شعب الإيمان كما في صحيح البخاري، وكما في صحيح البخاري أيضا من رواية أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. دي فيها تفاسير كثيرة في جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. طيب قال والشجاعة تكون شجاع، ما تكون جبان. زول يكون جبان ليه؟ كن شجاع مقدام، تقف في المساجد تبين الحق، في جهاد تكون قدام، في شيء تكون شجاع، تكون شجاع ما تكون خواف. ياخذوا لي جه حرامي تلقى يرجف في سريره. والله واحد وحكى لي براه بخشم، قال لي الحرامي يوقف في الحيط، المره قالت لي يا راجل حرامي وخايف منه والمره جنبه. قال لي قلت له جيتك وقاعد في سريره. قال حرامي تفر مشى. قال الحمد لله، يعني كان قال لي جيتك وده جاو كان شغله دي شنو؟ كان جاطت ذاته. جيتك وقاعد في سريره الحمد لله، ذاك بقى مارق.
خواف. طيب قال والكرم، والكرم من الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والوفاء، والذي يريد أن يعرف الوفاء فليراجع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها. والنزاهة، الوفاء، زول أحسن ليك ده جازيه بالإحسان مش بالخيانة. زول دخلك بيته، دخلك الديوان، ما جاي يجيب لك عصير تتاوق بالشباك. يعلم خائنة الأعين وما تخفي شنو صدور. قال والنزاهة عن كل ما حرم الله، يتنزه عن المحرمات. زمن جا ولا شو؟ تبعد من المحرمات لأنها من أسباب عذاب القبر كما ذكر ابن القيم رحمه الله، والأدلة على ذلك كثيرة، ومن أسباب عذاب الله يوم القيامة. وحسن الجوار، وحسن الجوار، وهذا فيها حديث كثير ونصوص كما في سورة النساء في آية الحقوق العشرة. ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة كما في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها، أخلاق كثيرة: العفو والحلم إلى آخره، والصبر إلى آخره، والمروءة، تكون عندك أخلاق طيبة بين الناس. بل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. زمن تم. السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، دروس مختصرة إن شاء الله بعد الصلاة بنكملها ونكمل الكتاب. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا. مواصلة في مدارسة هذا الكتاب، وبقيت لنا دروس قليلة. قال السادس عشر من هذه الدروس: قال الآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما وعند السفر والإحسان مع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار والتهنئة بالمولود والتعزية في المصاب وغير ذلك من الآداب الإسلامية. ولو لاحظ العبد فإن هذه الآداب لها علاقة بالأخلاق، وهذه الآداب يتأدب بها العبد مع الناس ومع ربه سبحانه وتعالى. منها السلام، فتفشي السلام على من تعرف ومن لا تعرف، كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وهذا السلام فيه من الأجر ما ذكر في النصوص، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم فتسلم على الناس. أما الكافر فلا تبدأه بالسلام، الكافر لا تبدأه بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سلم، فإذا سلم يهودي أو نصراني، فهذه المسألة ذكر ابن القيم فيها تفصيلا، منه أنه إذا دعا قال السلام عليكم تقول عليكم السلام، أما إذا دعا بالشر كما دعا أولئك على النبي صلى الله عليه وسلم تقول وعليكم وعليكم، لكن نحن علينا بالسنة تقول وعليكم، والله أعلم. قال والبشاشة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وتبش في وجهه، ولا تصعر خدك، ولا تكن كثير العبس،
إلا عند الحاجة، وإنما تتبسم للناس وللمسلمين. والأكل باليمين والشرب بها، قال ابن عثيمين هذا للوجوب، هذا للوجوب، يجب أن تأكل باليمين ويجب أن تشرب باليمين إلا عند الضرورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن أبي سلمة لما كانت يده تذهب وتأتي في الصحفة، قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال ابن عثيمين فهذا للوجوب أن تأكل بيمينك، وإذا لم تسمي الله أكل الشيطان معك، وإذا كنت في وسط الناس تأكل مما يليك، أما إن كنت وحدك قال ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين فأنت مخير، يعني إذا كنت وحدك تأكل من حيث شئت، لكن الأفضل أن تأكل مما يليك، لكن إن كنت في وسط الناس فإنك تأكل شنو؟ مما يليك. قال والآداب الشرعية عند الدخول، عند دخول المسجد أو المنزل. وأما السلام بالنسبة للسلام على المبتدع فإن كان يهجره فلا يسلم عليه، إن كان بعض الناس ممن هجرته فإنك لا تسلم عليه، والهجر الأصل فيه الحرمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لكن الهجر شرع للمصلحة الشرعية، ودليله في البخاري ومسلم حديث عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه، وحديث طويل وهو حديث الثلاثة الذين شنو خلفوا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم بأمر من الله تعالى، وكانت مدة الهجر 50 ليلة كمدة الغزوة، كمدة الغزوة الذهاب والإياب والمكوث هناك، غزوة تبوك. طيب فأنت تهجره، والهجر يكون للمصلحة وله ضوابط ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقلها بعض المعاصرين منهم الشيخ خالد الظفيري في كتاب قدم له الشيخ ربيع والشيخ زيد المدخلي إلى آخره. فإنت لما تهجر الهجر ده فيه مصالح، أول شيء زول لما يهجر المبتدع بيأمن على نفسه من البدعة، واحد دي مصلحة، اثنين قد يؤثر في المبتدع يراجع نفسه يرجع للحق، ثلاثة الناس اللي بيقتدوا بيك لما انت تماشي المبتدع الناس برضو شنو بيماشوه، فأنت في هجرك له تكون قد أصبت السلام لنفسك ولغيرك مما يقتدي بك أو يأخذ بأفعالك أو بأقوالك، وتكون قد قدمت له هو خيرا، لأنه قد يحاسب نفسه، يحاسب نفسه فتهجره، وإن كان داعية إن كان من الجهال فإنك تعرفه وتعلمه كما ذكر ذلك الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي في شرحه لعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني، أن بعض الصوفية من الجهلة، من الجهلة من الأتباع وليسوا من الرؤوس، قال رأينا في بعضهم إذا قدمنا له النصح الاستجابة والخير، هذا للذي يقبل النصح ويستجيب، ولا نقول بأن الصوفية فيهم خير. قال الفوزان في تعليقاته على شرح السنة للبربهاري في آخر الكتاب وآخر الكتاب قال وكلهم ضالون، قال أتباعهم وقادتهم
ومريدوهم كلهم على ضلال. لكن بعد ذا قد زول يكون جاهل قال التصوف ده دين الحق فخش فيه وهو فيه خير دار الخير خش غلط، فده انت تبين له بالتي احسن. واما الراس منهم والداعي الى الشر والمعاند فانه يزجر ويحذر منه ويبتعد منه ولا يزار ولا يجالس ولا يجالس ولا يتهاون معه كما يفعل الآن كثير من الحزبيين. كثير من الحزبيين يموت زول في منطقة ناس ينشروا الشرك والضلال يمشوا يعزوه ويمشوا لواحدين تانيين في محلهم يأكلوا معهم، ويجي ده مرشد الطريقة السمانية يجيون يكرموه مصايب وقولوا ندعاهم معاهم لدفع الشر الأكبر الشيعة. وهذه من أفعال الحزبيين كهؤلاء القوم المركز العام وغيرهم. وكالإصلاح مركز العام وكالإصلاح الإصلاح مع السرورية. وقبل أيام الهواري كالضبلة وكضبة كالضبلة كضبة في مجمع خالد مشينا جينا بالطريق بعدين أصلا جينا قلنا نصلي ونعمل نصيحة سامعين قالوا في دورة للجماعة دي لكن ما عارفين والله ده اليوم. فجينا لقينا الهواري بيتكلم وعبد الرحمن حامد شكله كان ورا. بعدين جينا أنا ود الناير ده، فالمهم جينا جنب الباب أنا قلت بعد الصلاة طالما الناس الملمومين كذي بقوم بديهم النصيحة والهواري بيتكلم. فصليت ركعتين استخرت فين، صليت ركعتين وتاني صليت ركعتين استخرت والحمد لله اللي خير أنا استخرت. وبعدين عبد الرحمن حامد كان ورا شاف ودنا وشاف المهم شافنا جاء طوالي قدام قال لهم في كلمة بعد العشاء هو يوم وما ياهو قال لهم في كلمة. الهواري والجماعة قال المهم واحد فيهم رفع الميكروفون قال الهواري نفسه قال شيخ عبد الرحمن عنده كلمة بعد شنو بعد العشاء قال كلهم بتاع اللخبطة. الهواري كذب نحن برا بنتوضى قال سوينا مؤتمر في التعاون مع أهل البدع وخرجنا من هذا المؤتمر وهذا المؤتمر ناقشه رجلان منهما عبد الحفيظ العدسي قال وهذا المؤتمر خرجنا بتوصيات وهذه التوصيات فيها أن أهل السنة مؤسساتهم ولا شنو غنية عن أهل البدع لحد هنا دي التوصيات ده كله خلي بيه جنبه الكذبة وين. قال فذهب هؤلاء وقالوا نحن جوزنا التعاون مع أهل البدع. قال أثبت أن هؤلاء أهل البدع أولا الذين نتعاون معهم، وأين التسجيل الذي قلنا فيه أنه يجوز التعاون مع شنو مع أهل البدع؟ زول يا جماعة ما كذاب. قال عديل قال المؤتمر ده المؤتمر في ضد الشيعة العملهن ضد الشيعة الفيو مجموعة فيو ياسر برهامي فيو عبد الحي يوسف وفي المنصة محمد الأمين إسماعيل وفيو عصا المهم فيو ناس كتار. بعدين المؤتمر ده قال الله قال الهواري نفسه قال الله قال وتعاونوا على البر والتقوى. هل هذه خاصة بالسلفيين؟ والله قال بلسان ومسجلة شوف الزول عليك الله. قال هل هذه خاصة بالسلفيين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ الآن لو زول من عامة الناس قال لك تعال ساعدني نبلغ دعوة الله وما تابع لأي حزب ولا لأي طائفة ولا لأي جماعة انت عاونته الزول من عامة الناس عاونته مش طبقت الآية؟ عاونت زول مستقيم على الحق إلا دعاون أهل البدع؟ شكي الشيخ الفوزان قال التعاون مع أهل البدع مع أهل البدع مع أهل البدع من التعاون على الإثم والعدوان. لأنه ما ممكن أنت تقعد في منصة وده بيجاي مبتدع وده مبتدع وده مبتدع عشان تدفع الشيعة
بعد شوية الناس بيجوا بيسألوا في المنصة دين صح ولا ما صح، يجوا بعد شوية يقولوا والله إذا معاهم مع ناس ولا لو ما عالم ما كان قاعدوا هنا. وقال أثبت إنه ديل ذاته أهل بدع، محمد حسين يعقوب ما أهل بدع، ده بدعوا زمان شفت قبل الخروج ده شيخ أحمد النجمي بدري والله سمعتها تسجيل صوتي، قالوا محمد حسين يعقوب، حسين يعقوب هل هو من أهل البدع؟ ومحمد حسان قال نعم من أهل البدع ولا كرام. والعلماء ذي الكلام واضح، ما زي الهواري بقسمة 5 و10 و15 وتمشي و5 و7 تمشي وتجي في نامة ما في، بس تقسيم بس. وإنت الجيد تسأل وبعومك زيادة. قال هؤلاء من أهل البدع نعم ولا كرامة، قال لأنهم يتعاونون مع أبي إسحاق الحويني، وأبو إسحاق مع جمعية إحياء التراث، جت شالوا مرة وكلها في النهاية. والحلبي والردود عليه ديل ما بجيبون يا أخي، ده كله خليكم ده بيجوا بناقشوك فين، حلبي ومحمد حسين يعقوب ده اللي بناقشوك، عبد الحي والسرورية ليه يوم الليلة بيتعاون معاهم محمد الأمين إسماعيل، ديل ما هالبدع عند الهواري ولا هالبدع في الدين، في الدين خلي الهواري والله الذي لا إله غيره. هو لمس جابوا لي صورة عصام أحمد البشير شايل الفاتحة بيدعو في عرس ولا في عقد قدامه حلاوة معناه عقد، بعدين شايل الفاتحة والميكروفون شايلها، بيجاي محمد الأمين إسماعيل صورته برضو شايلة ومدنقر، وبيغادي عبد الحي يوسف، الثلاثة قاعدين كذي ثلاثة زي رفارف المروحة. وعصام ده بقى عنده منصب ولا الشغلة دي كيف؟ ما عنده؟ يرده مطوالي وقت ما عنده. فالمهم قاعدين سوا وده شايل الفاتحة وديل بيجاي عبد الحي وذاك ديل يا أخي عليك الله، ويجي الهواري بعدها طوالي مشى جاستلم عبد الرحمن حامد، قال وقد قرر الشيخ الهواري أصلا عظيما من وصول أهل السنة وهو عدم، وهو في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وهو عدم التعاون مع أهل البدع إلى آخره وإلى آخره. وده ذاته ما أهل البدع، وده ذاته ما أهل البدع، محمد مصطفى ما أهل البدع، ذول بيسب الصحابة ويتكلم في الحكام في المنابر في الوزير ويكفر وذول يكذب ويتناقض ويتعصب للحزبية. ما قال أنا في المركز العام بس، قال أنا المركز العام ذاته، وما أخذك على الإصلاح شنو؟ قال ما بشاركون إلا يردوا على السرورية، بتعاونوا مع السرورية هالبدع، ويجي الهواري عقب. طيب المركز العام ما بيدعاهم مع أهل البدع؟ ده مع جمعية إحياء التراث والنازل كل، والله لخبطة ما أنزل الله بها من سلطان. وليأس في ناس ما ظهرت لهم الشغل، في ناس كتار يعني يقول لك نحن لسه ما ظهرت لنا النازل، انتوا بتهاجموا الناس وما خليتوا الناس وما خليتوا زول، هنا البراون زحوا من الطريق المستقيم يخلون تعاطفوا معاهم ساي ناس يا هذول في لخبتك كثير، خلي دينك نظيف تلاقي بها الله سبحانه وتعالى. والناس الحق ده تقولوا رضي من رضي وغضب من غضب، ولو الناس كلها بقت ضدك ما يهمك، تخش قبرك براك، الناس دي كلها بقت ضدك ما يهمك، يغشون لمتين ديل يغشون يقول لهم الناس ديل كويسين وهم كل مرة ملخبطين في الدين. والله الذي رفع السماء، تقرأ كتب السلف والتأصيلات الأصلوة العلمية والنصوص والمنهج القويم، ودعاين للنازل ترى العجب العجاب، وما يعلموك زي ما قال واحد العلماء ديل قال ما بتعرفون من تكون في الجماعة ديل، بس بتعرف ديل محمد حسين يعقوب محمد حسان وإلى آخره، علماء ما بتعرفون ويقول لك ده الشباب تجيب له فتوى الشيخ مقبل، يقول لك المفتي أسير شنو المستفتي، تجيب فتوى المستفتي تجيب سؤال المستفتي تلقاه مطابق للواقع، ما حتاني فيش
هو ذاته ما في سؤال براو، لو ما في سؤال ذاته براو بيتكلم بيناقش واحد من العلماء يناقش يقول ورب السماء أنصار السنة في السودان تديرها السرورية، وأنا متأكد من هذا. زي الشيخ ربيع بيقول كذي، وأنا متأكد من هذا. هذا ده شغل بتاع استفتاء ولا ده مباراة وبين الحق في المسألة، وعلماء كبار وإلى الله المشتكى. يقول لك عليكم بالعلماء، تجيب فتاوى العلماء يقول لك ده الشباب متبعين لهم شباب وماشيين معه، ما تبقى مع أي شباب يا زول، أبقى حر أبقى حر أبقى حر. كتاب والسنة بفهم السلف، وشوك دربك حصل اليوم اللي بتتعصب ليزول يا هو بعد بتقع في الشر. مجرد ما تتعصب انت خلاص بديت تفارق الدرب. خليك حر كذي تدور مع الحق حيث دار. ناس ذول اثني على البرعي زي الهدية يقول والله أنا بحب البرعي بأسماء في حياتي. يقولوا بنتعاون مع الصوفية زي الجبراوي، امشوا للصوفية في محلهم زي إسماعيل عثمان الماحي، دي القادة يا زول. ما تقول لي الناس دي أخطاء سايدتوا بتلقطوا أخطاء، دي قادة جابوها في الملأ. في الخلا في شنو ما معروف، ده في الملأ ده امش عديل للصوفية. دقيقة أنت ملك التراب يموت، امشي قايد من القادة زي ياسر منه محمد الحسن ولا منه داك بممثل الجماعة السياسي، قال هذه شخصية إسلامية لا تتكرر. ترابي اللي بيهدم في الإسلام ده نمرة كم؟ 4 5 تعاون مع جمعية إحياء التراث، 6 في وجود إلى الآن محمد مصطفى، وده من أكبر المآخذ إلى الآن في الجماعة دي. شباب انت بترضوك عشان اتكلمت في شيوخ، وده بيتكلم في الصحابة ما بترضوه، قاعد في نصهم وما بقول أنا عضو، أنا المركز العام ذاته بقول. عشان كده واحد مشى من أتباعه في بورسودان قبل، اتصل بي واحد من أخواننا في بورسودان اسمه خواط، قال لي جاء أيوب موسى في بورسودان وقال داير مناظرة، قال لي داير مناظرة، قال لي مع مزمل، هل مزمل بناظر؟ قلت له ده ما بدي ولا دقيقتين، وده تابع وده ذنب لمحمد مصطفى. محمد مصطفى ذنب للمركز العام لإسماعيل عثمان. لو في مناظرة مع الراس ذاته، مع الراس دي كلهم بيقوا أذناب زاي برا ورضا محمد مصطفى كده، وده ذنب له. يقول اثنوا على التراب، الناس دار يصلوا وين يعني اكثر من كده؟ وتمشي بعض المساجد شاكلوك زي مسجد كشه ده في رفاعة، ده بدفرني للباب. حكمة مع الصوفية مع الاخوان المسلمين مع ديل، وانا بدفرني للباب طق طق للباب. والله الذي لا اله ليه؟ لانه بتتكلم في البرع، بتتكلم في فلان وفلان وفلان من اهل الشر. نازل والله فارقوا الدرب، والله فارقوا، رضي من رضي وغضب من غضب. ديل بجنبه بغادي الإصلاح أبو زيد محمد حمزة يقول أسامة بن لادن قام بما أوجب الله عليه، والواجب على حكام المسلمين أن يصيروا كأسامة. كأسامة رأيك شنو أكثر منك؟ يقول لك تراجع، وين التراجع؟ جيب التراجع، وينو التراجع؟ جيبه. خلاص إذا تراجع خلينا الكلام فيه في النقطة دي، خلينا الكلام فيه. اجي بغادي مطر يقول الصوفية ما بيرضوا في أنصار السنة، وأنصار السنة ما بيرضوا في الصوفية، والإخوان المسلمون ما بيرضوا في أنصار السنة، وأنصار السنة ما بيرضوا في الإخوان المسلمين. خلافات بيناتنا بسيطة. تقال إذا طبعا محروق لأنه قريب منه بغادي، والله أعلم. المهم قال خلافات بيناتنا بسيطة، نقعد في الوطأ نحلها، قال وكلنا يد ضد الشيعة، مع الصوفية يد ضد الشيعة، وكلها لخبطة سايق. محمد الأمين إسماعيل سيد قطب ظلال القرآن
يثني عليه نقول كتاب قيم جدا في مجال شكاي. في شباب مرضانين والله الذي لا إله غيره يتعصبوا للباطل حتى هنا قراب. تقول له محمد السيد حاج يكورك لك يا زول برضو محمد سيد أها مالك في شنو ماله محمد سيد؟ قال سيد قطب مع ما فيه من الأشعريات لا نمنع من قراءة كتبي. رأيك دي برامج كفاية؟ خلي العوام زانين لنا في اضنين الزول شجاع يتكلم في الحكام في المنابر. انت رأيك فيها شنو دي؟ تكلم في الحكام في المنابر دي رأيك فيها شنو؟ ده كله خلي أصبر لي شوية. ده كله خلي ده بجنبه. يقول الجماعات كمحاضن تربوية تدخل فيها كمحاضن تربوية لكن ما تكون وقود لهذه الجماعات. بلاوي كثيرة وإلى الله نمشي. أسأل أو ناقش كويس كويس ما تزعل. هاي ما تزعل. هاي يضحك كذي شوف لما تضحك انا برتاح جدا. هاي الناس اللي احنا خايفين عليك وعلى الناس عشان كذي ذكرناهم. الناس اللي انت ما لاقوك هنا في العزبه لكن هسه احنا مش بنحذر من اليهود. انت حصل لاقوك اليهود ديل لاقوك مش نحذر منهم برضو. الناس ديل ما يهود ذكرناهم ديل لكن عندهم مناهج منحرفه وفي شباب فيهم خير بيستقيموا. لما يستقيموا بالقديل في وشهون لما ين القديل في وشهون قايلين انهم ديل على المنهج الصحيح خايفين عليهم منهم عشان كذا بنبصرهم قبل ما يصلوا لهم. عرفت كلامي؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام حديث في البخاري ومسلم من روايه حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. انت بتعرف الشر عشان ما تقع فيه وتعرف الخير عشان تسلكه. ده المقصود. الناس زي بارك الله فيك في ناس الان انت ما عندك علاقه بهم جزاك الله خير وانت في عافيه طالما ما عندك علاقه بهم لكن في ناس هنا دي بعرفون صح ولا ما صح يا جماعه؟ اللي بعرفون ديل نحن خايفين عليهم منهم وبنبين ونحذر منهم ديانه لله تعالى. نسال الله الاخلاص ديانه لله تعالى. والحي في ديل ذاته ذكرناه ديل لو تاب بكره نحن بنسكت منه. لو تاب بكره دي بنذكره بخير بتوبته. ثاني نقول للناس طالما الزول تاب واستقام في علمه ومنهجه وعمله الناس تسمع عليه وما مشكله. فهمت كلامي؟ نحن ما عندنا مشكله والله شخصيه ولا كذا لكن زي ما ذكرنا العلم نذكره نربطه بالواقع. هسه الليل انا لو قلت لك في تكفيريين وهؤلاء والتكفيريون ديل منهج باطل وضال وكذا 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 بكره لقيتك انت ذاته ماشي مع زول تكفيري معناه انت واحد من اثنين يا انت تكفيري يا انت الزول ده انت ما عارفه صح؟ انت خايف من المنهج التكفيري لكن انت ما عارف الزول ده شنو؟ تكفيري. يبقى انت محتاج يوروك انه الزول ده الزول اللي حذرنا من منهجهم في المسجد. شكاي شيخ ربيع حفظه الله تعالى في كتاب اسمه شرح اصول السنه للامام احمد قال كان احد المصريين يدرس بعض الناس بعض الطلاب فيذكر لهم المسائل المنهجيه المنهج كذا والاصل كذا وكذا كذا كذا. قال فجاءهم ذات مره او جاءهم مره من المرات او جاءهم قال الحكم كذا وممن خالفه الان فلان ابن فلان. يعني من الواقع الحكم الشرعي ده كذا في زول بيدعو لضده او لخلافه فلان ابن فلان من الدعاة الان موجودين وفي زول بيدعو. فقالوا له فهمنا الان فهمنا الان عرفنا الان. ودي ذاته ذكرناهم ديل
ما تفتكر في بعضهم درس مع علماء هناك لكن خالف منهج العلماء دي وعمل بخلافه. فما مجرد العلم بس الآية والحديث ديل فينا النور الآية والحديث، لكن انت برضو شنو تربطهم بالواقع، صح ولا ما صح؟ هسه انا بقول لك احسن للجار، انت عرفت الحكم الشرعي وانت عندك جار في الفريق، معناه انت طوال الحكم الشرعي ده تنزله في شنو؟ في جارك ده تتعامل به. ففي المقابل اهل الشر دي اللي احنا والله بنذكرهم ديانة لله، وزي ما الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحذر منه الحديث المعروف حديث ذي الخويصر التميمي لما جاء، وله روايات في البخاري قال بعد غزوة حنين قال اعدل يا محمد فوالله ما هذه قسمة أريد بها وجه الله، فقال له ويحك ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال الراوي فلما تولى الرجل أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يخرج من ضئضي هذا، هذا دي العلماء أخذوا منا إنه فيها تعيين، ده في مقدمة الكتاب القبيل ذكرته لك، ده اسمه إجماع العلماء في الهجر والتحذير من أهل الأهواء، قال يخرج من ضئضي هذا، قالوا ده فيه تعيين لأنه عين قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام إلى آخر روايات المعروفة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقال عنهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، صلاتكم مع صلاتهم دي مش معناها بصلوا، قراءتكم مع قراءتهم مش معناها بيقروا القرآن، صيامكم مع صيام مش معناها بصوم. بعد ده الرسول عليه الصلاة والسلام حذر للنصح للأمة، مرات يقول ما بال أقوام، ودي قال في ناس صحابة فيهم خير وكانوا قصدون الخير لكن قالوا كلام خلاف السنة، واحد قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال لا أتزوج النساء، لكن قصدهم الخير صحابة خيار ما فيهم كلام، فقال ما بال أقوام، ولما سمعوا الكلام ده ثاني ما رجعوا لكلامهم لأنهم هم ناس خير أصلا، فهمت كلامي؟ لكن الزول المصر على الباطل ده والزول البجيب البدع والبدع الناس للبدع والبدع في الحق وبيسخر بأهل الحق ده تحذر منه بعينه ديانة لله تعالى، خايفين على الناس جزاك الله خير. وذكرناهم ديل كلهم ما تبقى معاهم، ونحن ذاته ما تبقى معاهم، واس ذكرنا بعض اسماء اخواننا ما تبقى مع اي زول ولا اي زول، ما تبقى معه، ابقى مع الكتاب والسنه على ما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم. كذب تنجو ولا ما تنجو؟ الا تبقى مع جماعه ولا حزب ولا طائفه، ذاته لو جينا دعيناك لجماعه ما تبقى معاه. واسمع للعلماء استفيد منه، ونحن اخوانك بنذكرك بس بما سمعنا وبما علمنا. طيب قال الدرس 17 ده قبل الاخير، قال التحذير من الشرك وانواع المعاصي ومنها 7 الموبقات اي المهلكات، بين قوسين قال المهلكات معناها الموبقات اي المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وده جاء في حديث في البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا وما هن؟ وفي لفظ وما هي؟ قال الشرك بالله، وفي لفظ قال الشرك، والسحر شرك معروف، تدعو غير الله يا برع القوم ده شرك، يا الحسن من المحن ده شرك، يا صايم ديمة شرك، يا ركيني شرك، عندك واحد هنا في العزبة يا معاذ ده بتاع العزبة دي هنا، مش قالوا في واحد هنا وراني له واحد هنا من اخواننا قال يا معاذ شرك بالله تعالى، قلت يا اي زول غير الله، ناديت غير الله، ونقول زول ما قصدنا عامة الناس يعني، اي منادى نودي من دون الله تعالى فهذا شرك بالله تعالى، وإنما تدعو الله وحده لا شريك، وما تعتقد أنه غير الله بيعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. والسحر، والسحر أنواع، السحر أنواع، إن من البيان لسحرا، وده ما داخل في الكفر، ده زول بليغ في الكلام إلى آخره.
او زول كلامه مؤثر بيخطف القلوب. لكن السحر المقصود به الذي يكون عن طريق الطلاسم والعقد والذي فيه التعاون مع الشياطين الى اخره، معروف سحر ما معروفون. وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، القتل ده ذنب كبير جدا. واكل الربا بكل انواعه، ربا الفضل، ربا النسيئه، وهسه قاعدين ياكلوه في السوق عادي. تمشي السوق العربي تلقى واحد خاتي له ترابيزه صغيره بحارب الله بترابيزه ما تامه قدر الترابيزه، بحارب الله سبحانه وتعالى، ما عنده قدره ولا في مخلوق بيقدر يحارب الخالق قدره دي، شايل له فكه عشان جنيه يحارب الله سبحانه وتعالى. سماوات دي جت ما اغنعته، والارض والقوه والعظمه وكل ما اغنى، حارب الله. 9 جنيه حديد وانت تديه 10 جنيه شنو؟ ورقه، وهو يكون مساعد ولا غيره، ذاك يديه العشرة وده بيجاي ده بكون قاعد هنا دي ويجيبوا وشغالين. ربا الفضل وربا النسيئة، ربا النسيئة يقول لك هاك دي دين 50 بعد شهر بتبقى شنو؟ 55 ولا 60 إلى آخره. وكل أنواع الربا. طيب قال وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم ده واضح ما دار شرح كثير. والتولي يوم الزحف، معركة بدت يوم الزحف، أنت تقوم شنو؟ تجر. تولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وده منتشر الآن، أي نفرين ثلاثة قاعدين في الشارع لا شافوا بعين ولا شيء، بس يقول لك دي الله يكعبه ودي كذا، دليلك شنو شفتها بعينك؟ والله قالوا غايته، قالوا دي بتورطك يا زول، شفتها بعينك انت؟ وانت لو شفتها بعينك ما بجوز لك تتكلم الا يكون معك شنو؟ ثلاثه، تبقى الرابع وتشوف ذاته. الشريعه فصلت بينت، بس هاي ونزات ولك دي كذا والفنانه الفلانيه كذا وذاك كذا ودي قالوا كذا، مصايب شايلنا في ظهور يوم القيامة إن لم يتجاوز الله عنه. زول زول اتق الله في لسانه. طيب فذكر هذه، قال ومنها أيضا من المعاصي ومن الموبقات عقوق الوالدين. عقوق الوالدين ده برضو منتشر، السب وعدم الطاعة إلى آخره، والشدة على الوالدين ما يشتغلوا بهم، والله الذي لا إله غيره. وللأسف ناس تلقاه يقول لك أنا مستقيم، تلقى مع والديه ما يخفض جناح الذل من الرحمة، تكبر يقول الله أبوي ده عاطل خلاص، يا زول أبوك عاطل ما أشتغل في براحة، شنو عاطل يعني؟ والله الذي لا إله غيره. واحد قبل أيام اتصل بي قال لي أبوي ده كافر، أنا عارفه كافر، قال عارفه، لكن الزول لك الرهني ذاته يا اخي. وبعدين انا وريته كلمت مع براحة، عمل كذا 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 كذا، وابوك ده يتعامل معاه كذا 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 الى اخره، برضه متضايق. وان كان اخونا الزول لا فيه خير اخونا، اذا قلت له خلاص بعد تجي ان شاء الله نجلس معاك نشوف اللي بيحصل. نحن لا ندعو الى التكفير، لا ندعو الى التكفير، لا تكفير الناس، لا، لأن هناك شروط وموانع، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع كان الحكم للمعين، أما قبل ذلك فلا نحكم على الشخص بأنه كافر ما دام أنه دخل الإسلام، فلا نخرجه إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. وقطيعة الرحم، وقطيعة الرحم اقطع الأرحام، وشوف أنا دار أديك فائدة لو ما فهمتها بتدعب في الدنيا دي الأيام دي. أي زول دار تتعامل معاه يتعامل معاه لي الله بس، والله بترتاح. لكن قصة إنه والله أنا أحسنت له وهو صار إلي وأنا عملت له
وزول ده قدر ما تقربت له ما فائدة وما كذا، بتتعب في الحياة دي. وإنما تعمل العمل وتبتغي به شنو؟ وجه الله والدار الآخرة. ممكن زول تسافر لسفر قريبك تصلوا بس يصر لك، انت جاي قاطع فيافي وتعبان وسفر يصر لك، لك تفضل تفضل نجيب لك تاكل، داير تاكل ولا جيعان ولا ما جيعان، يستفزك استفزاز انت في النهايه شنو؟ تصبر قول لا لا الحمد لله كذيب المويه دي عوضنا الله، اشرب المويه وبعد ذاك شنو؟ قول هذول انت مالك زعلان كذي، انا والله جيتك من اخر الدنيا وانت زول عندك معزه عندي وشنو شنو شنو، بعد ذاك شنو؟ وبتبسم شويه شويه انه ضحكوا ونسوا ونسوا كل مره ادي حاجه ضحك ما اديو ابشر ضحكوا ابا تاني ونسوا بعد شويه اديو حاجه ضحكوا ابا تاني ونسوا ابا يضحك امرق منه ده كاتمه معاه مره واحده قول له زول السلام عليكم بجيك مره تاني ده بكون متضايق مره واحد والله الذي لا اله الا هو وكتار واحد انا مره غلطت مشيت له مش الغلطان اني مشيت له هو مرض وبعدين قال لي اهلي بعض اهلي وقريبنا قال له نجيبوا لي احمد انا كنت في الخرطوم مشيت له بعدين انا غلطت في كلمه انا قلتها بحسن نيه جنبنا شجره عاليه وهو ممكون قلت والله الخال الله ملك الموت ده شكله اكبر من الشجره طردني طوالي قال لي يا قوم مشى قال لي يا اخي جايب لي ملك موت وما وان كان ملك الموت شنو؟ ما عنده ذنب لكن في النهايه انت تعرف انه زول مريض ده انت بتعامله باسلوب معين هاي. والا لو سخر الانسان بالملائكه فهو على خطر لانه يعني وقع في ظلم وقع في ظلم طيب قال وقطيعة الرحم وشهادة الزور وهم يعني لا يسخر بهم قال وشهادة الزور وهذه بينة واضحة شهادة الزور وبعض الناس من أجل المال يشهد شهادة الزور يشهد شهادة الزور وللأسف شاهدنا من يؤتى به في بعض الخصومات وبعضهم يشهد على شيء لم يشهده شي ما شافوا ذاته ويشهد وحصل وحصل والأيمان الكاذبة يحلف كذبا وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه قال وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم والآن في معاصي منتشرة الآن في معاصي كثيرة منتشرة منها استماع الأغاني قد قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ومنها شرب السجائر تعاطي السجائر والتنباك الصعود إلى آخره قد قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم شنو خبائث قبل أيام جايين من الدويم لما وصلنا جنب الجبل هنا في شاب ولد صغير ببيع سجائر ببيع معه حلاوة وحاجات زي قلت له حلاوة دي بيع تبادل تجارة صغير الله يوفقك لكن السيارة ده ما تبيعه قال لي مكروه زاي قلت له حرام عديل الله قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قال لي لا مكروه زاي قلت له من تجي تسجل تقول بسم الله في البداية تقول بسم الله وتبدأ وعد تنتهي بتقول الحمد لله قال لي لا لا كان في مرة جنبه بإجابة تسمع قالت له والله السيارة ده حرام والحاجات ده حرام ومشى طوال الحمد لله آخر درس وهو الدرس الثامن عشر قال تجهيز الميت والصلاة عليه قال وإليك تفصيل ذلك تجهيز الميت وهذه فيها عبرة وأنه ما منا من أحد إلا وسوف يموت والواجب علينا أن نصلح قبل أن نموت
أن نصلح قبل أن نموت، وأن نوصي بالخير قبل أن نموت، أن نوصي بالخير. أيضا في مسائل أنا قبل أموت والآن مسجلة تنشر، منها في بعض الدروس في الأربعين النووية ذكرت عبد الكريم الخضير، وقد حدث في هذا نقاش بين السلفيين بين الإخوان في هذه المسألة، وأنا هذا النقل أدعو كل من عنده أن يمحوه عن عبد الكريم الخضير حتى ينصح به العلماء. ده واحد. اثنين، في بعض النصائح قلت أن من أسماء الله الرشيد، وهذه أيضا حدث فيها بعض يعني الكلام، لأن أسماء الله شنو؟ توقيفية، وإن كان بعض العلماء ذكر أن من أسماء الله الرشيد، ومنهم عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في شرحه للأسماء الحسنى، لكن ما لم يذكر دليل فأنا لا أقول بهذا الاسم. دي مسألة حتى يثبت الدليل. والمسألة الثالثة، أدعو كل الإخوة الذين عندهم فيديوهات لي أن تحول إلى صوت، وها أنا في دار الامتحان قبل أن أدخل دار الحساب أقولها ديانة لله تعالى. نسأل الله يتغمدنا برحمته وأن يتجاوز عنا ويجعل عملنا خالصا لوجه الكريم. قال: تجهيز الميت والصلاة عليه، وإليك تفصيل ذلك. تجهيز الميت، واحد قال إذا تيقن أو تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه. طيب، زول مات والناس يتيقن إنه شنو مات، بعد ذاك شنو؟ يغمض عينيه لأنه بيشخص بصره إلى السماء مع روحه، وتشد لحياه، تشد يعني فكه الأسفل مع شنو؟ مع رأسه، كما يفعل الآن الحمد لله. قال: اثنين، عند غسل الميت تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه، أو قال عند غسل الميت تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رقيقا، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها من الاستنجاء. يعني زول مات تغمد عيونه وترفع شنو؟ لحياه، لحييه، وبعد ذاك تخده في المغسل تستر عورته، جرد باقي ثيابه، وتلف على يدك شنو؟ خرقة قضعة أو شيء المهم، بعد ذاك ترفع من جهة راسه وعنقه ترفع شيء بسيط، تضغط عليه بطنه ضغط بسيط لتخرج شنو؟ ما في بطنه، وتغسل موضع الأذى. أنت المسائل دي ركز فيها كويس، ركز. طيب، ثم يوضئه وضوء الصلاة، الوضوء المعروف توضيه، توضيه، بعد ذاك في المضمضة والاستنشاق والاستنثار يكفي شنو؟ الخارج فقط، الخارج فقط، تمسح على الخارج. طيب، أو تغسل الخارج. قال: ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه. تغسل الرأس وشنو؟ واللحية، توضيه وتغسل الرأس واللحية. بعض الناس يظن أن من البر أن يحلق لحية والده بعد وفاته، وهذا مات، اجعله يلقى الله بهذه اللحية. الزول برا زينه وشايفة زينة له، ليه عملت كذا؟ يقول لك: والله أنا ما داير يتبهدل. طيب، جوا قبره داري قابل من الزول، خليه يسوي يمشي بالسنة، هو برا ذاته دي بهدلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جماعة والله دي أحاديث ما حقت جماعة، في البخاري ومسلم من رواية ابن عمر قال: خالف المشركين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين،
احفو الشوارب او الشارب واعفو اللحى. ده حديث قاله الرسول عليه الصلاه والسلام: اعفي لحيتك. والميت ما تحلق للحيته، احلق الشارب. طيب، قال: ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر. تغسل الشق الايمن وتغسل الشق الايسر وكذلك من الخلف، ودي معروفه، بتمسك جزء من اليد من العضد وبتمسك جزء من الرجل وبتغسل، وبعد ذاك بتقلب المره البيضاء دي برضه. طيب، قال: ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل أو يمر في كل مرة يده على بطنه برفق، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه، ويعيد وضوءه. ده لما يخرج منه شنو شيء. فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد إلى خمس أو سبع، ثم ينشف بثوب ويجعل الطيب في مغابنه، معروفة الإبطين إلى آخره، ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، إن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه بالبخور أو البخور، وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها الشارب والشنو الأظافر، كذلك يأخذ من شنو الإبطين، يأخذ الإبطين، ولا يسرح شعره. والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. واضحة يا جماعة هذه المسألة دي؟ واضحة. زول جبته ميت، تغمد عيونه وتربط ترفع لحييه وتضعه على سرير أو خشبة إلى آخره، وترفعه برفق من جهة عنقي ورأسي ويعني ظهري، وتضغط على بطني حتى تخرج ما في بطني وتغطي عورته، وإن كان يحتاج إلى حلق حلقت ما في جسدي مما يحتاج إلى شنو للحلق، وتقصر الأظافر، ثم توضئه وضوء الصلاة بعد أن تغسل موضع الأذى، توضئ وضوء الصلاة معروف، ولا تدخل، لا يلزم أن تدخل الماء إلى شنو إلى فمه، وإنما من الخارج، وتغسل شقه الأيمن وشقه شنو الأيسر، وتعيد وتطيبه في المغابن وفي مواضع السجود أو في جميع شنو جسده، وإن احتاج إلى التكرار تكرر. طيب، قال: تكفين الميت. قال: الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. القميص ده الفوق والإزار ده شنو تحت، وقال لك الأفضل تخد شنو من غير قميص ولا شنو ولا إزار، يعني من غير ما يكون مفصل، تخدتين ثلاثة زي الملاية ثلاثة وراء بعض، أول شيء تخدتين، بعد ذاك تخدت الميت في النص، ما غسلته أنت، خدت الميت في النص، بعد ذاك تبدأ في التكفين تلفه اللفة المعروفة. طيب، قال: والمرأة تكفن في خمسة أثواب. المرأة في خمسة شنو أثواب؟ في درع، ده الكبير الجسم كله، وخمار
دل من الرأس إلى شنو؟ إلى ما تحت الوسط. وإزار ده التحت. ولفافتين. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب. وتكفن الطفل الصغير في قميص ولفافتين. تخذ ثلاثة قطع بالنسبة للرجل. المرأة خمسة. المرأة في خمسة. واسد الظاهر كذي انه تلبيس. أي تلبيس. لكن ان لم يوجد تكفن التكفين العادي معروف ده. طيب قال احق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. الزول الوصى انه شنو؟ يغسل ويكفن. ده احق زول. قال ثم الاب. بعد ذاك ثاني شنو؟ لو ما في الوصي بعد ذاك الاب. قال ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات. عصبات ديك الفي زي الفي بتاعت الميراث ديك. قال والأولى بغسل المرأة وصيتها التي أوصت المرأة بأن تغسلها. ثم الأم ثم الأم ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر. يعني أي واحد ممكن يغسل شنو؟ الثاني. الزوج يغسل الزوجة والزوجة تغسل شنو؟ الزوج. لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته أو غسلته زوجته. ولأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها. آخر شيء قال صفة الصلاة على الميت. يكبر ويقرأ بعد الأولى. طبعا تكبير أربعة تكبيرات وما في شنو؟ ركوع ولا سجود. يكبر ويقرأ بعد الأولى الفاتحة. وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن. لكن الفاتحة براها شنو؟ تكفي. للحديث الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد، صلاة الإبراهيمية المعروفة. ثم يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحيينا وميتنا، ده في الثالثة. وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب بالنار. وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هكذا قال. ثم يكبر الرابعة ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. ويجوز أن يسلم شنو؟ تسليمتين، لكن السنة واحدة التي ذكرها هنا. قال ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها، يعني بدل له. وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما، وبالجمع إن كانت أكثر اللهم اغفر لهم. أما إذا كان فرطا فيقال، يعني الولد الصغير فرط قدامك يعني، فيقال بدلا من الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام وقيه برحمتك عذاب الجحيم. هكذا ذكر. قال والسنة أن يقف الرجل أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز. وأن يكون الرجل مما يلي الإمام، يعني
إذا اجتمعت يعني في جنازة بتاعت رجال ونساء، القصاد الإمام يكون الرجال وبعد الرجال شنو؟ النساء. هزيت مش الرجال بعد ذاك تاني شنو؟ النساء، حتى الإمام قدام قصاد الرجال، فنفس الشيء في الجنازة، ما بتقتل المرأة قبل شنو؟ الرجل. والمرأة مما يلي القبلة، والمرأة مما يلي القبلة، ده شنو ده؟ نعم صحيح صحيح، جزاكم الله خير، انتم مركزين، احنا دارين الحلقة وعندنا حاجات ذات، الله المستعان، جزاكم الله خير. طيب ايوه فعلا المرأة تجاه شنو؟ الإمام بيكون بغادي، الله المستعان. قال وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة، الرجل الصبي المرأة، هاي في التقديم. قال ثم المرأة، قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة، ووسط المرأة حيال رأس الرجل، واضحة يا جماعة؟ ده رجل بغادي، ده الإمام، ده الإمام، ده عمر، ده وده تقلي، ده مات، يمكن تموت بكرة، مسافر الزول ده يمكن يموت، بعدين ده شنو؟ رأسه مع شنو؟ مع الإمام. لو في طفل، رأس الطفل يكون قصاد رأس تقلي ده، أخونا عبد الله تقلي، وعبد الله خميس، بعدين لقب تقلي لأنه من تقلي، بعدين ده الصبي. لو المرأة وسطها قصاد شنو؟ رأس الطفل ده، وقصاد رأس شنو؟ الرجل. طيب قال وهكذا يكون رأسها حيال رأس المرأة، المرأة رأسها حيال رأس المرأة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل، واضح. ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف شنو؟ عن يمينه. قال والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم. دي شنو؟ دي الدروس المهمة، وهي تأليف الشيخ عبد العزيز بن باز، وممن يعني علق عليها عبد العزيز ابن داود الفائز رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالزلفة، قال والزلفي مهم. فهذا هو الكتيب الذي، أو الكتاب الذي كنا نتدارس حوله، وإذا مد الله في الآجال ووفق نأتي بعد الخميس المقبل، الناس إذا حيت للخميس الجاي كن ما في شيء إن شاء الله، الخميس البعده إن شاء الله نأتي ونبدأ كتاب التوحيد، وذاك إن شاء الله بنحاول نفصل فيه التفصيل الذي يحتاجه الناس خاصة في هذه الأزمنة، إذا مد الله في الآجال ووفق. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.